حقيقة يعني بدأنا بخطوات جيدة، وهو فتح أكثر من منفذ فيما يخص الرسوم. كانت عندنا مشكلة الحقيقة، كانت عندنا مشكلة الرسم كان منفذ واحد، اليوم فتحنا أكثر من 8 أو 9 منافذ، وزعناهن على منتسبين وبإشراف ضباط. حاليا أنت يمكن من خلال جولتكم كقناة المربط تشوفون الانسيابية بحركة العمل، الضباط كلهم متواجدين بإشرافي طبعا، المنتسب يمكن من قائم بعمله، ويمكن تلاحظ الانسيابية العمل. يمكن أكثر الأماكن اللي شفتوها وجولت بها هي أماكن فارم، فالحمد لله ما عندنا مشاكل، حتى وإن كانت مشاكل موجودة يمكن نقدر نتخطاها بوجود الضباط الموجودين. ساعة 700 تنفتح الباب ونبقى حتى آخر مراجع إنجاز معاملته. وبالإضافة إلى هذا إحنا اليوم عندنا المشروع الثاني، هو مشروع الزبير، مشروع متكامل بإمكان أي مواطن إذا شاف الزخم بهذا المكان ممكن يتوجه إلى ذاك المكان، أو بالأحرى نقول يعني يا ريت مثل الأقضية والنواحي يتوجهون يعني المكان الزبير، موقع الزبير، حتى تكون انسيابية أكثر بالعمل باعتبار الموقع إنجازات. وبالمستقبل إن شاء الله وبالمستقبل القريب سيكون لدينا مشروع آخر، مشروع في قضاء القرنة. كانت عندنا مشكلة اللوحات بالنسبة للإجرة والحمل لحد الآن حقيقة ما وصلت، يعني البليت الخام ما وصل لحد الآن. اللوحات الخصوصية وصلت بأعداد كبيرة عندنا بالمحافظة، وجهنا الضباط والمنتسبين دوام أيام الجمعة والسبت، والحقيقة قدرنا نمتص الزخم الموجود وثبتنا تقريبا اللوحات اللي موجودة أكثرها. وأيضا اليوم أرسل الضابط المرور بغداد حتى يجلب لنا عدد من اللوحات، والحمد لله موضوع اللوحات مسيطر عليه، بس بقت عندنا مشكلة الأجرة والحمل، وإن شاء الله بالأيام القليلة القادمة ستنحل. حسب توجيهات السيد محافظ البصرة المحترم من مبدأ التعاون مع مديرية المرور ولتقديم أفضل الخدمات إلى مواطنينا في محافظة البصرة، هناك تعاون تام ما بين بلدية البصرة ومديرية المرور فيما يخص جميع قطاعات ومجالات عمل بلدية البصرة، يعني ما يخص فتح الاختناقات والطرق وإلى آخره. ومن ضمنها اليوم احنا أمام مديرية المرور بعد ما أوعز السيد مدير المرور المحترم بتسهيل وتنظيم حركة دخول المركبات لمركز تسجيل اللوحات المرورية الخاص بمديرية المرور. فالإعاز كان فتح الاستعلامات الجديدة التي وضعتها مديرية المرور على الموقف الخاص بمديرية بلدية البصرة، يطلع الموقف تقريب مساحة لا تقل عن 3000 إلى 3500 متر مربع، يسع إلى ما يقارب 250 إلى 300 مركبة، وهو في طور الزيادة ليصل إلى 600 إلى من 500 إلى 600 مركبة خلال يومين القادمين إن شاء الله. نستحصل رسوم الوقوف 2000 دينار فقط عائدة إلى مديرية بلدية البصرة، وتعتبر من ضمن واردات مديرية بلدية البصرة. كانت توجيهات السيد مدير المرور العام والسيد مدير تسجيل المركبات اللواء حيدر ومديرنا انه نتواجد يوم الجمعه والسبت حتى باعتبار عطله رسميه للمواطن وتخفف الزخم، انه الدائره فارغه فيقدر يراجع الموظف اللي عنده استراحه. واحنا اجينا كملنا طبعنا اللوحات، وايضا بلغنا المواطنين يتوجهون انه اخذنا وصولاتهم وثبتوا لوحات بايام العطل اللي هي الجمعه والسبت. والبارحه يمكن التقرير مالنا كان اكثر من 350 مركبة كانت مطبوعة ومثبتة، فهذا هم يعتبر إنجاز للدائرة والخدمة المواطن. اليوم عندي مراجعة أطلع إجازة السوق بلي. شلون الإجراءات؟ شو كانت الإجراءات واقعة؟ لأنه جزاهم الله ألف خير، يعني أجيت الساعة 8 والآن الساعة 10 والحمد لله كملت المعاملة. وطبعا أشكر الأخوة الموجودين من مراتب و كوادر وضباط على معاملتهم الحسنة واقع، جزاهم الله ألف خير. والله بالنسبة لهم يعني سهلة وماكو شيء، والحمد لله ماكو تأخير. ناحية رسومات اليوم كنت تقريبا كم شباك اليوم؟ لا والله ما صار لي 5 دقائق بسرعة رسمت وطلعت. كانت قبل بيها اكو شوي كان معقلة يعني؟ والله قبل شوية اكو يعني لأن كان اكو ازدحام وزخم، بس هسه حاليا لا حلوة الحمد لله والشكر. كأفضل وكأحسن أحسن، من راح يفتحون هذا الباب راح تصير السيارات قريبة على المديرية، المواطن بعد ما راح يمشي مسافة بعيدة. احنا جونا حار بالصيف يمشي مسافة بعيدة،
وبوجا مقبلين على شتاء وامطار، فتصير المسافه جدا قريبه على هاي وحده. اثنين، كلفه المبلغ مال الجبايه مال القراجيه 3000 راح تصير 2000، هم تفرق، هذه تفرق للمواطن. فخطوه كلش حلوه كلش حلوه، ونشكرهم احنا طبعا جهودهم المرور يعني يشتغلون، وحتى شغلهم داخل المديريه سلس حلو، يعني ماكو عبئ ماكو تعب ماكو اي تاخر كلش. يعني انا هسه تو حول سيارتي كلش كلش محترمين، يعني الفلوس ما طول تروح للدوله واحد ما ينقهر عليها، ما تحس فلوسك رايحه لغير مكان، تعرف انت هاي الفلوس رايحه للدوله، مأمن على سيارتك وعلى حلالتك، حتى لو عندك مبالغ فلوس بالسياره مأمن عليها. ليش؟ لان هذا قراج تابع للدوله. تم وضع خطه لتقديم افضل الخدمات للمراجعين من خلال تهيئة الساحه لوقوف المركبات. تتضمن هذه الساحه قرب مدخل الاستعلامات الى داخل الدائره، وهذا المدخل تتوفر فيه كافه وسائل الراحه للمراجعين، والتي يمكن من خلالها تقديم افضل الخدمات اثناء مراجعه المشروع الوطني. وايضا المديريه حريصه على ان تعمل نفس الاسلوب او نفس العمل في المشروع الثاني رقم 2 في قضاء الزبير لغرض تهيئة ساحة لوقوف المركبات من قبل مديرية البلدية لغرض تأمين وقوف المركبات بصورة أفضل، وأيضا وضع استعلامات ومدخل للدائرة تتوفر فيه كافة وسائل الراحة ليستطيع المراجع الحصول على أفضل الخدمات أثناء مراجعة المشروع الوطني.